هذا يقول يا شيخ علي قضاء 10 أيام من رمضان ونويت قضاءها لكن لم أستطع القضاء حيث أني حملت وتعبت بسبب ذلك، وإذا كان علي كفارة فكيف أخرجها وما مقدارها؟ يا إخواني أنا ما أدري عن قول ضعيف انتشر وأخذ به كثير من الحريم، وهو قول ضعيف لا تبرأ به الذمة. هذا القول الضعيف إنها ما عاد تصوم، إذا حملت ولا أرضعت بس تطعم، ما عاد على صيام. وبعض بناتنا الله يصلحهن عندهن من الكسل 90%، إن حملت قالت ما استطيع، وإن أرضعت قالت ما استطيع. وأنا أدري أنا والله وش فيه يا إخواني الآن، يعني لدرجة يوم من الأيام سوينا اختبار ذلت القمار، قلت اسألوها سوي رجيم، سوي رجيم تصوم تاكل 8 ساعات وتصوم 16 ساعة على نظام في شو اسمه في الرجيم. شفت تصوم أكثر من اليوم 16 ساعة بالرجيم، ولاج الصيام العبادة اللي ركن الإسلام قالت يا إخواني ما يصلح هذا، والله ما يصلح. هذا شهر الصوم، هذا شهر الصوم. وهذا القول يا إخواني القول الضعيف ذا ترى الترويج له والله ما يجوز، لأن كثير من الناس متساهلين، صحيح ما عدهم صايمين، أن حملت ما صامت وأن رضعت ما صامت. بينما يا إخواني أنا وانتوا اللي يسمعوني الآن يعرفون في حريم يا إخواني، والله يا إخواني تالد يوم العيد أو بعده يومين ثلاثة صايمتن الشهر، تحمد الرب يا رب الحمد لله ما ولدت اليوم كملت، سبحان الله في آخر الأيام حريصة وصايمة، عرفت يا طويل العمر. بينما بعضهم لا يصوم لا في أول ولا في الآخر، إن رضعت ما صامت وإن حملت ما صامت. نعم.